خايف والله. لا بلاش عقو، بلاش عقو، بلاش عقو، بلاش عقو. هنا الله الله، انت شايف حاجة؟ الدنيا كحل. ما هو ده اللي عاجبني. عاجبك فيا يا غبي؟ والله حلوة قوي الضلمة دي. عايزين نعرف بيت جدك فين. ايه يا جماعة، يا جماعة بجد انا مش مصدقة ان البيت ده جده سابه لنا. اكيد الموضوع فيه حاجة غلط. لا مفيش حاجة غلط والله العظيم، ان شاء الله البيت ده الامل الوحيد لينا، لازم نشوفه ونبيعه وناخد الفلوس. امل ايه ونيري ايه؟ مفيش اي امل، ده احنا بقالنا ساعة ماشي، ده انا جالي تسلقات، ده احنا ما شفناش حتى عيشة فراخ. هنلاقي هنلاقي والله، ان شاء الله هنلاقي ان شاء الله. فين طارق؟ طارق يا طارق يا طارق يا طارق. بس 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 يا ابني، انت متخلف انت وهو. تعمل ايه؟ بوري ان انا بشوف نفسي. في ايه؟ في ايه؟ انتوا متخلفين، ما تقولوش اسمي خالص. اوعى حد انت يا ابني ركز معايا انا اللي بتكلم. عايز ايه؟ ما تقولوش اسمي خالص، انا هربان من الحكومه وهربان من الدنيا كلها. ما تقولوش طارق، قولوا اي اسم تاني تمويه غير طارق. من دهلك نقول لك ايه يعني؟ قول يالا يا طارق، قول جزر. جزر دي قديمه يا ابني. اسمع، قولوا اي حاجه، ابوس ايديك، انا هربان من الحكومه كلها. انت بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ ايه دول؟ انتوا متاكدين ان البيت ده بتاعنا؟ ايوه. نعرف بقى، تعال بص عليه. ايه ده؟ ده في بيت اهو. ده هو البيت ده يا جماعه، هو ده. يامّا ايه ده؟ تقريبا في حد بيدخن جوه. كان قديم ملوش صحابه، تدور تدور كئيب عليه جبال تراب، ونقصه باب وشكله بيجي باكتئاب. لو عشت فيه عشتك لباب لباب لباب، لو تشتريها شوف عذاب عذاب. انتوا مين؟ انتوا شكلهم شحاتين. انتوا قاعدين هنا ليه؟ يلا بره، انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مكان قديم وبقى ملكنا، احنا اللي مالناش اي بيت ولا حتى يوم كان عندنا احلام نعيش في اي حته. خد يلا، خد خد شايل كده بالنص. انا يا طلاب هسيبك. حل يا ولاد، سيبه سيبه. حل يلا. انت متخلف يا ولاد، هقتله. ايه ده؟ ده مفكرني ابن ناس. ايه ده؟ ده انا مجرم. ده العيال ضحكوا علينا، قال السيري بي وفلقوا. يا ولاد الذين، ده عبقره.
أباكر كده قاعدين يخرجوا من الأوض زي الصراصير. لا 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 ده كتير قوي شحاتين كتير. لازم نطردهم كلهم الشحاتين دي وناخد البيت. شفت اللي كلهم دول دي أوضة واحدة. يا لهوي. أوضة واحدة في القصر ده. لا هنطردهم برضو إن شاء الله. هنطردهم. أنا قابلني يا أخويا. يا جماعة أنا خايف جدا، أنا أصلا هربان من الحكومة فبشك في كل الناس. أنا آسف جدا، يعني أنتوا مين؟ يا عم احنا اخواتك يا عم. اذا انتوا اخواتي لا حول ولا قوة الا بالله. هربان بقالي 20 سنة فما اعرفش حد. بس العنطوز ده مين؟ بس انا اسف كده. العنطوز ده اخوه. اخويا انا اسف اخ والله العظيم. معلش معلش ايه بس يا طارق؟ بس بقالي سنين انا اسف. والجندة دي مين؟ الجندة دي خطيبة العنطوز. معلش انا اسف تاني مرة لان فعلا والله ما عرفت. بنت مين؟ انا اخوك يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسرة اتفككت كلها يا جدعان. اتفككت انت معرفتش؟ ده أمك ماتت. أمي ماتت؟ أيوة. أمايا يا أما شد الضفاير ضفريني، لو عايشة يا أما بعد إذنك فطريني. بجملة الحزن بقى أبوك رخر مات. أبويا مات؟ آه. أبايا يا أبا. يا يابا الاسره راحت في داهيه. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد بتاع نسوان والتاني فجاه كحبر. يا ابني نسوان ايه؟ دي خطيبتي. ما انا اسف جدا يا اخ والله انا اسف. طب وانت ايه اللي خلاك تفتقر وعايز تبيع الزفت البيت ده؟ انا افتقرت. ده انا افتقرت فقر الكلاب. افتقرت فقر ما بعده فقر والله العظيم. ازاي يا انا كنت شغال مصمم ازياء قد الدنيا. ايوه برنس. عارف فستق هيفاء الاخير؟ إيه؟ انا اللي صممته. ايه ده بجد؟ اه والله. بس ما كملتوش، هي خدته وهبت على الحفله والله العظيم. لا قفلت ظهره ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا قفلت حاجه. بقى فستان من غير قماش وهبت. لا شفته بصراحه والله. ده انا قعدت اتفرج عليه طول الليل. شفته؟ هو بتاعك انت؟ لا مش بتاع انا، بتاع هيفاء. انا اللي عامله. انت اللي مصممه؟ انت ازاي؟ انت اللي مصممه يعني؟ انا اللي مصمم الفستان ده. وبعدين حصل لك ايه؟ اتشهرت بقى انا قوي على النت وعلى الحاجات، وقعدوا يقولوا الراجل ده مهزق والراجل ده حيوان والناس شتمتني شتيمه جارحه. طب وبعدين؟ لا حول. احنا لازم بقى نبيع الايه البيت ده دلوقتي حالا ونمشي العيال دي من هنا عشان اهرب لايطاليا. طبعا هتهرب لايطاليا، ده لازم نروح نهرب العيال دي. يلا العيال ولاد لازم. بقول لك بيعملوا هيستي بقى. زن 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 زن. ايه يا سامح؟ حرام عليك يا سامح، الناس بدات تلاحظني واصحابي بداوا ياخدوا بالهم مني. حرام عليك. وانا اعمل لك ايه؟ انا كنت ضربتك على ايدك. يا سامح انت اخدت مني اعز ما املك، ال 250 الف جنيه اللي حيلتي. اديهم لك على الجزمه القديمه. طب انا عايزاهم دلوقتي. هو دلوقتي مفيش غير الجزمه القديمه. لكن فلوس انا خلاص افتقرت، وانت عارفه، وجايين هنا عشان ناخد فلوسنا. افتقرت ايه؟ ده شقه عمري، ده انا صوت ولا مالك الناس يا حبيبي. صوتي بقى عشان يعرفوا ان خطيبتي رقاصه. يلا صوتي. ومالها بقى الرقاصه؟ الرقاصه دي اللي انت عايش من قصد وسطها. انت بتعايرني؟ وشويه شويه كمان اقسم بالله مش بس هعرفه مني رقاصه، لا هصوت واعرفه منك كنت داير تطبلي في الموالد والكباري. وايه؟ كباريهات. كباريهات؟ ده انت بتشمي تحت الكباريهات. مش ينفع كده. افتكري ايام زمان. فاكره زمان؟ حبيبي تسموحة. بتحبيني قد ايه؟ بحبك قد الدنيا كلها، قد البحر والهواء والسماء والشجر. نتجوز؟ مش هينفع نتجوز. ليه؟ عشان مش معايا فلوس. اديك يا عم. مش قصدها حاجة يا عم. لسه اعرف صفة ايه النهاردة انتي؟ في ايه مالك؟ اساعدك يا سامح. ايوه بس مش انا اللي واحده ست تساعدني. ليه بس يا سامح؟ ده انا وانت واحد يا حبيبي. مفيش واحد. مش انا اللي اخد فلوس من عرق الستات. انت زعلتي؟ اه. خلاص هاخدها بس بشرط. ايه؟ تعتبريهم سلف. اوكي يا روحي. يا روحي. إيه؟ مش العربيه بتاعتي باظت. اجيب لك عربيه. مش انا اللي اخد فلوس من عربيه. مش انا اللي اخد عربيه من واحده ست. هو يوم ازرق. شنا تزعلتي؟ اه. خلاص هاخدها بس اعتبريهم سلف. هو ايه اللي العربيه؟ تمام. تعتبريها سلف. يلا نرجع. اهو افتكرت يعني انا لو ما خدت مني فلوس. ايوه افتكرت وانا بلف. افتكرت. طب يلا نتنيل نخش.
اخش نشوف اخواتك عملوا ايه في البيت الزفت ده. يلا اتفضلي قدامي. هتخش انت من هنا؟ تعالوا معايا. حاضر ماشي يلا. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ يعني ايه عايزين ياخدوا الشقة؟ ياخدوها مني ازاي؟ يعني ايه؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ انتوا بتضايقوني؟ انتوا معاهم ولا ايه؟ لا، انا اللي سمعته ده مش حقيقة يا وداني اليمين. اللي سمعتيه ده حقيقة يا وداني اليمين. مالكيش دعوة انت يا وداني الشمال، عشان انت شمال اصلا. يعني ايه ياخدوا مني البيت؟ انا شقيت وتعبت في البيت دوت. انا لما جيت كان جميل، كان بيبرق، نتنته، خليته خرابة وعفنته. بعد كل ده ياخدوا مني البيت؟ ده على جثتي بيت يا كوارع، بنت يا كوارع. نعم يا معلم. اسمي كوارث مش كوارع. يا ناقصة كوارث يا بنت، مش كفاية الكوارث اللي احنا فيها. خلاص يا معلم معلش، كل سنة وانت طيب. يا رب اجعلها سنة بدعة كريم وصدع اللئيم ومنيلة بستين نيلة على اللي ينكد على الحريم. اوعي شاعرة. الله يخليك شاعرة يا بت. والله فكرتني بالقصيدة بتاعت الراجل اللي بيقول وغطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وانا برضو مش خايف. انت بتقول لي انا كده معلم؟ عيب يا كوارث. بتقول لي انا كده؟ يا بت بس يا بت يا معلم. يا بت بلاش الحركه دي يا بت، انا ما ناقصه. بقول لك ايه؟ ما هي باظت بسببك، فاضل واحده تطبقها لنا. ماليش فيه بقى. اتنيلي بقى على عينك. اسمع بقى، عايزه ايه؟ بلاوي الزفت ده بيشحف في المنطقه اللي انا بشحف فيها. انت بتشحتي فين يا بت؟ في العتبه. وانا بت قلت لك تشحتي في العتبه؟ امال اشحف فين؟ قلت لك روحي اشحتي في باب الخل. رحت باب الخل. طب وعملت ايه؟ خبطت محدش فتح لي. خبطت على ايه؟ باب الخل. محدش فتح؟ اه. انت عشان غبيه. ليه؟ في ام جرس محطوط فوق. مش في ام جرس محطوط فوق في الباب؟ ايه معلم؟ دول خلق مش هيسمعوا التخبيط والكلام الفاضي ده. يبقى انا اللي غبي بودي الناس اماكن غبيه برضه، هم مش فاهمين حاجه. طب يا معلم بس افهمني. ايه افهمين؟ انا نفسي يبقى لي كيان. طب ما انت كيان اهو يا بنت، عايزه ايه تاني؟ يا معلم كيان يعني بيت واسره وزوج وعيال. طب خلي بالك بقى عشان لو الهيليوم خلص هتلزقي في السقف. يا معلم. يا بنت بس يا بنت. يا معلم. يا بنت بس بلاش الحركه دي. انا مالي مش انت اللي عمال تنفشي في نفسك؟ ما تقعديش تعملي كده. طب طيري فوق. طب بص اسالك سؤال. اسالي. من زمان نفسي اساله لك. اسالي. انت ايدك اتقطعت ليه؟ ما بلاش بقى، دي قصه حزينه وانا ما بحبش افتكرها. معلش عشان خاطر انا كنت نازل رايح لخطيبتي، فكنت رايح اركب ميكروباص بولاء، فبقول له بولاء يا اسطى خد ايدي ومشي. كان جاي بسرعه منه لله، شقطها ومشي. ايدك؟ لا و... اه والله لا، وايدي راحت لخطيبتي. كملت ايه؟ لا حول الله. وراحت خطبت خطيبتي، خطبت واتجوزت خطيبتي ايدي. وكلم ابوها اقول له يا راجل عيب، يا راجل عيب. يقول لي احنا كنا طالبين ايدك بس. على معره كلها. معلش يا معلم. مش هسكت. اه معلش. ان شاء الله مش هسكت. طب ورجلك دي اتعوجت ليه؟ يا بت دي انا كنت في حفله لمحمد منير. أوه. انا بحب محمد منير قوي، فخرجت من الحفله قلت اقلده عشان افرح صحابي، فبقول فيري وري، فرجلي علقت كده من ساعتها ما رجعتش تاني. انا مش عارف هو عايش ازاي. دي ده هم هم والله. معلش يا معلم معلش. شوف رغم اللي فيك ده كله وبسالك تاني،
مش هتتجوزني؟ ايه؟ مش هتتجوزني؟ لوحدي؟ بص يا معلم، ايه؟ انا المفروض اتجوز واحد، مع ان صحتي تجيب اكتر من كده. انت يا بنت صحتك تجيب اكتر من كده، انا صحتي ما تجيبنيش الفرح ده اصلا. والله ما اقدر اجي. يا معلم سيبينا في اللي احنا فيه. ما تنرفزنيش يا بنت. بس يا بنت يا معلم، ادي النيلة، بقول لك الرجل باظت. كنت عايز ليه؟ ده في مصيبه يا بنت. ايه ده؟ في ناس جايين ياخدوا مننا البيت يا بنت، ده انا تعبت في البيت. يا لهوي. طب وبعدين؟ يا لهوي هنعمل ايه؟ انادي البلية؟ ناديله يمكن يعرفهم ولا شافهم ولا اي زفت. يا بالية بالية، انت فين يا معلم؟ يا معلم انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ يا معلم انت ايه يا عم؟ انت فين؟ انت هتشوفني يعني؟ انت فين؟ انت فين؟ واقف جنبك وخلاص يا عم. جمله بدخل بيها، ما تقفش كده. مالك فيه يا عم؟ ما انت ما داري. تاخدنيش في وشي كده بس. مالك يا معلم؟ ايه ده؟ المرتبه دي عايزه تتنجد يا معلم. ايه المرتبه؟ مين دي؟ انا ايه؟ ازيك يا كوارع؟ كوارع ايه يا عم؟ اسمي كوارث. يا شيخه التانيه فيها دهنه بلانين. عامل ايه يا معلم؟ خير؟ انا والله حزين. ليه يا معلم؟ فين ياض راد النهارده الاول يا فيه؟ صرفته كله يا معلم. صرفته في ايه يا؟ رحت العب بلاي ستيشن على اللي يدفع وخسرت. لعبت بلاي ستيشن ازاي وانت ما بتشوفش؟ لا، ما الدراع كان بطريق برايل يا معلم. ايه ده، انت بتروح المحل ده؟ وبعدين يا عم انا بقول لك خسرت، وانا قلت لك كسبت عشان تقول لي بتلعب ازاي؟ سيبني والنبي. قابلت ناس صعبت عليهم، قالوا لي خد تعالى تعالى تصور معانا اعلان. أيوة. فرحت انا بقى، قلت شافوا فيا موديل هيعملوا اعلان نظارات والجو ده. رحت لقيتهم جايبين اتنين هدومهم مقطعه. واحد الحاج محمد والحاج ابراهيم. أيوة. قالوا الحاج محمد محوش فلوس، ادينا له فلوس كتير. الحاج ابراهيم محوش فلوس، جبنا له بقره عشر. ورجعنا بعد سنه لقينا الحاج محمد اللي اديناه فلوس كتير فلوسه كترت اكتر واكتر، واشترى بقر كتير وبقى عنده مزرعه بقر. والحاج ابراهيم اللي جبنا له بقره عشر مش لاقي ياكل نفسه ولا ياكل البقره، والبقره ماتت وحالته الليله بنيله. راجل مش لاقي ياكل رايحين يجيبوا له بقره، لقوا بيحملوا مسؤوليه عيالها بقره عشر كمان. راجل بلا استعباط يا راجل. يا راجل دي ناس بتعمل خير يا عم. عايزين يعملوا خير يجيبوا له بقره مخليه ياكلها. ترم عظمه اللي بقره عشر ولا يكح الراجل. لا حول الله، ناس غريبة. الله، إعلان كان صعب يا معلم. طب أنت بقى قاعد بتحكي، أنت عملت إيه في الإعلان؟ ما أنا البقرة العشر. إيه يا معلم مالك كده مش مركز معايا؟ لا مبروك والله. الله يبارك فيك. خير بقى؟ كنت عمال تنده وتزعق، عايز إيه؟ عايز مصيبة. عايز مصيبة؟ في مصيبة، في خير. مصيبة. لا بص، أنا أعمى بس بسمع، قول كلام يتعقل. بص يا بالية، في ناس جاية تاخد البيت ده. الناس دولت شكلهم فنديه كده. شكلهم فنديه يا بلية. بس دولت ولاد عم اللي رموني زمان، جايين دلوقتي ياخدوا البيت ده بعينهم. عارف احنا نجيب الواد الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ الواد بلاوي. ايوه خليكي معايا، نجيب بلاوي ده. تمام تمام. ونقف في وشهم عشان وحدتنا في قوتنا. ايوه احنا وحدتنا في قوتنا، احنا وحدتنا في ان احنا مش رقم واحد، احنا وحدتنا في وحده كل واحد. انت بتعمل اعلان في دافون يا معلم؟ انا بقول لك نجيبه، قول لي هيخلص انده ونخلص نرم الليله. طب يخلص يلا. لا بس لازم نقول للمعلم القرش الاول. ايوه صح، هو بقى المعلم القرش بتاعك اللي فلقانه بيه ده. والله انت اصلا معلم كورك. يا ايه؟ انت معلم كورك يعني ما حصلتش ورك كمان؟ كورك يعني حتى بتستخسره في الشتيمه؟ لا حول ولا قوه. والمعلم القرش برقبتك. بقول لك ايه؟ لا برقبتي بلا بتاع، على القرش بتاعك ده انا افرمه. قرش ايه يا بيت؟ هو كان جاي لنا قرش؟ ما كان جاي لنا سمك مكرونه قد كده احنا اللي نفخناه. انت بتقول كده على المعلم القرش؟ ايوه المعلم القرش. ايوه يا بيت. منور يا معلم قرش. ايه ده؟ اشتغلتك تاني؟ شغلتنا زعبوله والله. مين زعبوله ده؟ يا ابني انت شارب حاجه النهارده ولا ركز. انا بيليا. بيليا شغلتنا. بيليا خدامك. بيليا تعالى ننده زعبولة بقى. يا زعبولة يا بلاوي. يا بلاوي بلاوي. تياترو مصر.
ايوه ادي انت وهو انا. بس ادي انت وهو انا، انا مش شحات زيكم، انا نجم هنا وسطكم، انا لسه جايب التصوير. يا دي راضي النهارده انت اشتغلني يا تصوير ايه؟ وسع يا واد، انا صوره كلها على علب السجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ادي اللي على علب السجاير؟ ايوه انا يا حبيبي، انا عمر ما شفت وشك يا. ما بطلعش بوشي، بطلع برجلي بس. ايه ده؟ هي الرجل الملوثه المتخرطه حتت دي المشوهه دي رجلك انت؟ ايوه رجلي يا حبيبي. وياد السجاير بتعمل كده في الرجل فعلا؟ يا ابني انت بتصدق؟ وانا لو بشرب سيجاره برجلي هيحصل فيها كده اصلا؟ دي دعايه يا ده، عشان انت تشرب سجاير عادي. انا رايق وصحيح، انت لو بتشربها برجله مش هيحصل لها فعلا كده، حاجه غريبه جدا. طب بقول لك ايه يا ايه؟ طب والراجل ابو كمامه ده مين؟ ده خالي حسن. طب واللي نص وشه محروقه مين؟ ده انت يا حبيبي، انت هتستقبل ما انت جيت معايا يوم التصوير. ايام ما كان نص وشي محروق بس سافرت لندن وعملت عمليه تجميل ورجعت زي الفل اهو، الحمد لله جان زي الاول. هو انت كده عملت العمليه؟ ايوه. ونجحت؟ لا، هي هم قالوا لي ان هي فشلت بس انا كنت صارف فقلت افرح وخلاص. بس انا مش هروح لندن وارجع حزين. يمكن يا دي يا بلاوي، يعني انت بتكسب من الشغلانه دي؟ طبعا يا حبيبي، انا ما بروحش اشحت، انا بقف كده جنب اي سوبر ماركت واستنى الزبون وهو داخل، اقول له يا باشا انا ما بشحتش، اشتري بس علبه السجاير اللي عليها رجلي واقسم انا والشركه في الاخر. يا ولا يا ولا، ذكاء. وجهه نظر تحترم. وجهه نظر ايه؟ يعني انت التناكه دي كلها اللي انت فيها عشان طالع برجلك على علب السجاير؟ امال انا اقول ايه اللي جالي تصوير خمس حلقات في مسلسل؟ مسلسل ايه ده؟ مسلسل الجوع. اه والله كانوا عايزين انا والمعلم. لا انا مستحيل امثل في المسلسل ده. ليه؟ عشان انا راجل مؤمن والجوع كافر. دايما تفهمنا بايمانك والله يا معلم، وانا كمان مش همثل في المسلسل ده. يا عم بيقول لك المسلسل فيه مطاردات وانا راجل كفيف ومش فايق للحاجات دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا ابني ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل لك العمليه وتفتح وتمثل. بجد والله؟ اه والله العظيم. خلينا اشوف. طبعا. طب ما تعملها لي. اعمل ايه؟ خليه يشوف. ايه في ايه؟ انا عايزه كده مش شاف حاجه، احنا بنكسب من وراء ايش ده يا عم؟ انت بتصدق انا اعمل له عمليه ونقفش الفلوس بس اللي هو مش شايفها ديت، ولا هننجح ولا اي حاجه. طيب يلا يلا. والنبي نفسي اشوفكم، حاسس لما اشوفكم هحبكم. طبعا هتحبنا، ده احنا احلى اتنين في مصر. انا والواد الواد اللي قدامك ده اطول شاب في مصر. بجد والله؟ شعر اخضر وعينيه زرقاء ووشه لبني هو عروسه لعبه. ايه اللي شعر اخضر؟ بتقول ايه؟ والله مهلبيه واقفه قدامك. والله ما احلى من معلم. انا؟ اه والله. انت عارف حسين فهمي؟ اه. ما يجيش في حلاوتي حاجه. والله شوقتني ليك يا معلم. انت بجد ده طويل قوي. يا ابعد زي ما تبعد لفوق. امال ليه صوته جاي لي من تحت؟ لانه بيكلمك من التواضع. ما بيكلمكش من عظمته، لو كلمك من العظمه هينفخك. طبعا خلي بالك الواد ده بيشم الهوا الاول. يا سلام. شم هو الهوا الاول، نروح انا نشم هوا مشموم بقى احنا. ايه ده بيقول ايه ده؟ والله شارب. اعمل لي العمليه. اعمل لها بس 10 جنيه. ايه ده ب 10 جنيه بس؟ طب الشاش والله. بجد؟ لا خد 20 واعمل لي لوز بالمره. يلا ده الطب رخص قوي. ماشي يا مسهل يا رب. يلا اصحى فتح عينك، اصحى دي العين عليك، غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف؟ ها مش سامع؟ مش سامع؟ ايه ده؟ سامع ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا حسين فهمي ومصطفى فهمي؟ يا رب ارجع عمى تاني، يا رب ابواب السماء تكون مفتوحه. طلعت مفتوحه. ايه؟ تعبيط يا انت، هتزوجنا ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت هتكمل مفتح؟ ايوه صح. شكلنا شاربين سوا كلنا. انا سخنت بس في اللعبة، انا اسف. لا ما انت ما تعرفناش. ماشي هكمل. ايه هكمل مفتح عم اشوف الخلق الحلوه دي. ايوه بس كم. بقول لكم ايه، ان دلوقتي ولاد عمي جايين يقلبوا البيت. واحنا عايزين المعلم القرش هو اللي يقف قصاده. خلاص يبقى ندي المعلم القرش هو اللي يتصرف. ماشي يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. في ايد منك ليه ليها يا
يا عاد مين اللي عامل الدوشه دي؟ هات منك ليه يا معلم دلوقتي؟ بس في مشكله، بقول بس يا معلم في مشكله. بس يا انا ما دام ما جيت محدش يتكلم يا ما في مصيبه. بس يا انا مش قلت ايه؟ بس يا شحاته لمت ولا ايه؟ في الايراد، الايراد بيخس ليه يا بيت؟ الايراد بيخس وانت بتتخانق يا بيت؟ في الايراد انتوا بتشحتوا ازاي؟ اقعد منك ليه ليها؟ انا ليا طريقه وليا اسلوب. ليك اسلوب؟ اه. اسلوب اللي بتشحت بيه ده؟ انا ارخم على الزبون واخد منه اللي انا عايزه. اكن انا زبون، ورينا ترخم عليها ازاي. والنبي يا عم هات جنيه يا عم، هات والنبي جنيه يا عم. الله هات ربنا سهل. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم. الله هات ربنا سهل لك. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم هات جنيه. يلا يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه يا عم، والنبي. النبي يا عم هات جنيه. ايه الرخامه دي يا؟ النبي هات جنيه، والنبي. يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه، والنبي يا عم، والنبي يا عم. يلا هات، مفيش فلوس يا النبي. والنبي يا عم يلا اتكل على الله. هات جنيه والنبي يا عم. اديك حاجة يا النبي يا عم، هات جنيه والنبي. اتكل على الله. اتكل على الله يا هات جنيه والنبي يا عم. تاريخ مقاوي الواد ده. يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه يا عم. خد يا خد. هات جنيه يا عم والنبي يا عم. يلا هات جنيه تاني والنبي يا عم. ايه الواد الرخم؟ هات يا عم اديله يا عم. تفكرين قوي، ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا باشا. ربنا يخلي لك الست يا رب. النبي يا عم. تعالى انا هلم بيك كتير. نبي الواد الغلبان ده والنبي. نبي يا سيدي. وديتيها فين يا بيت؟ دي فين؟ اهو يا سلام. ربنا عايز ايه تاني؟ عايز اصوره معايا وهم بياكلوني. والنبي يا بطل رخامة. هات جنيه يا عم تاني. استنى نشوف الراجل بيكح ده. فين يا عم؟ والله المنتج ما بيقبضناش. هات جنيه تاني والنبي يا عم. يا خلاص قول يا، ما انا لميت لك فلوس اهو. هات جنيه تاني يا عم والنبي يا عم. ده رخم قوي. خد يا خد اللي في جيبي كله اهو. يلا هات الموبايل والنبي يا عم. يا بطل رخامة يا عايز الموبايل يا عم. خد يا دي الموبايل. النبي يا عم هات الموبايل. يلا اتكل على الله. هات البلطة عشان البرد. حلوة الطريقة دي. حلوة يا معلم. تقعد تلم من الناس وترخم عليهم ما لازم يدوك. حلوة يا. ايوه عشان هو كده. انت من تل... وايه ده الحلو برضه المنظر؟ وفين ايدك يا؟ ايه؟ حلو برضو ده. ايوه وعامل اعرج وبتاع. لا مش اعرج ولا حاجه، بس كل ده لزوم الشغل يا معلم. جدع يا. ايوه جدع. الله ينور عليك. يلا اتكل على الله. ايش حتى انا عايز الايراد يزيد. ما هو هيزيد ان شاء الله. يلا يلا الله يحرق الايراد ويحرق. خد تعال هنا. تعال بتبرطم. بتقول ايه وانت خارج؟ انا ما برطمتش، قلت حاجه. برطمت يا؟ ابدا يا معلم. طب اتكل على الله. ما احنا كنا هنمشي. قول تعال تعال. سمعتك المره دي. ما قلتش حاجه يا معلم. ده الواد ده. الواد ده؟ ايوه. طب وامشي اتكل على الله. ماشي. ايه ايه؟ حلو صحيحك اهو بيشحك. وانت بنت بتشحت ازاي يا بنت؟ ايوه معلم، انا ما بروحش الزبون لوحده، لازم زبون وزبونه مع بعض يكونوا في العربيه. واشحب بقى منهم. الهي ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يكرمكم وتتجوزوا وتخلفوا عيال كتير. ايه مش هتتجوزها؟ الهي ربنا يكرمك وتطلع المقطم وتلاقيه فاضي يا رب. الهي يا رب تلاقوا مكان فاضي ورا مصنع الكراسي.
وبوليس الاداب يبعد عنكم يا رب، ما يكونش في سكتكم ده يلسع فيكم يا رب بحق جاه النبي. طب افرض البنت اللي معاه دي طلعت اخته. ربنا يخلي لك اختك يا رب، يا رب اختك ما تطلعش المقطم ولا تروح ورا مصنع الكراسي، ولو راحت بوليس الاداب يقابلها كده في وشها، ولا يتعمل فيها اللي انت بتعمله ببنات الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الهي دولع كشفت راسه واتجهت عليك. الله ينور عليك يا بنت، تقعدي تقولي تقولي لغايه ما يسقف. الله ينور جدع يا بنت، يلا اتكل على الله، خد الجلابيه وروح اشحات يلا. ماشي يا معلم. حلو يا بنت. وانت انا بقى طريقتي مختلفه على كل الناس دي. بتشحت ازاي انا باخد معايا قرد يتنطط للناس، الم القرشين واروح. اخر مره واخد القرد الناس سقفت لنا، لم الفلوس وهرب. لميت الفلوس وهربت صحيح ياض؟ وربنا معنا. لا لا مش هو، كان قرد تاني يا معلم. حلوه الطريقه دي ياض. وانت بتشحت ازاي؟ انا الوحيد يا معلم اللي بستخدم اسلوبك. انا احب تلامذتي يستخدموا اسلوبي. ازاي انا بخش كده على الزبون وهو قاعد واقول والله العظيم انا مش شحات، انا محفظتي بس اتسرقت الاوتوبيس، اديني 10 جنيه عشان ارجع بلدنا بنها واخد ال 10 جنيه وافنق. حلوه الطريقه دي. حلوه ايه؟ انا قلت اطول المسافه يمكن اخد فلوس اكتر. دخلت على الزبون قلت له اقسم بالله العظيم انا مش شحات، والله العظيم محفظتي اتسرقت في الاوتوبيس، هات 30 جنيه عشان ارجع بلدنا اسوان. قال لي اركب اركب انا رايح اسوان. والله سابني هناك لوحدي. سابك في اسوان ياض؟ والله راجع حبش. يا ساتر، بس حلو الطريقه زباله اللي انا علمتها لك دي، بلاش. ما نعمل ايه؟ انا اعلمكم طريقه جديده للشحاته زي اوروبا. ايه يا معلم؟ اوروبا الشحات بيقف بكرامته كده، ها، وتلاقيه ماسك اكورديون عمال بيعزف، واخد بالك؟ ماسك مثلا جيتار عمال بيضرب عليه كده يعني. وكده اكورديون؟ يعني كده جيتار يا عم فوق. يحط البرنيت على الارض، الناس تيجي تحط له الحسنه يتكل على الله. حلوه قوي الطريقه دي يا معلم، انا اروح اجربها. يلا يلا بينا، احلى الطريقه دي. وانت كنت عايزني في ايه انت والعيال التانيه؟ اسمعنا يا معلم بقى، دلوقتي قرايب الواد بيليا دول جم هنا وعايزين ياخدوا البيت بتاعنا. يعني ايه ياخدوا البيت بتاعنا؟ البيت ده انا شقيان وتعبان فيه طول عمري، يجوا ياخدوه؟ البيت ده بتاعي وعندي ما يثبت ان البيت ده بتاعي، وما تسالنيش ايه هو ما يثبت عشان ما عنديش ما يثبت. يا احنا بقى عندنا ما يثبت ان هو بتاعنا. ها عندنا ما يثبت. اهلا، احنا جايين ناخد البيت ده ونمشي على طول. تاخد البيت وتمشي؟ ده طلع عبيط يا بيت اللي تاخده تمشي. قصدي يعني هنهد البيت عليه ونبني بيت جديد. ما ينفعش تهدوا البيت لو عايزين الحق بقى. انا قريت الورق بتاع سالم قريبكم ده، البيت جدكم هو اللي بنيه. لكن الارض ملك الحكومه، لو البيت اتهد الارض هتروح للحكومه، لان جدكو كان واخد الارض حق انتفاع. حق انتفاع ايه ده؟ احنا كده روحنا في داهيه. خلاص ولا يهمكم، اقعد منك ليه ليها. انا شغالكم معانا هنا. شغال ايه ان شاء الله هنا؟ ايه اللي شغالكم مع الرجاله تشتغلوا معاه؟ اشتغل انا ايه؟ انا يعني اشتغل ايه؟ اشتغل شحاتين. مش احسن ما تشحتوا؟ ايه يعني؟ انا بجيب لكم شغلانه محترمه. انت ايه؟ يلا علموهم الشحاته والبنت اللي لابسه امريكاني دي وقفوها في شارع الهرم. ها يلا. حاضر يا معلم ما تقلقش، خد ياض انت وهو. يا احنا نعلمكم الشحاته ماشي؟ اسكت بص انا اسكت. تعالى هنا هنعلمكم الشحاته، هنعلمكم الشحاته باسلوبنا احنا، اسلوب جديد. هنعمل فيلم العفاريت بتاع استاذ عمرو دياب والاستاذه مديحه كامل، فاكرينه؟ ايوه عارف. اللي كان فيه القطعه والحاجات دي. أيوة. خلاص هتخش جوه التمثيل، اللي هيثبت نفسه كشحات هو اللي هيكمل معانا. خلاص يلا جهزوا. يلا تياترو مصر. حرام حرام يموت ضحكة بريئة تشتت الإنسانية. حرام يعني إيه الكتعة تيجي قبل العين؟ إيه التهريج ده؟ يا عبقرين الزفت. يا
ده معلمة، ذاك معلمة، ذاك معلمة يا كتعة يا معلمة. اتأخرت ليه يا؟ وانا جاي محاضرة. ايه اللي اتأخرت؟ انت بترد عليا؟ بس ايه ده انت وانا اسد هتقعدي تعملي لي كده؟ ولا يا معلمة. فين ايراد البودرة يا؟ بودرة ايه ما انت خدتيها يا معلمة، انت بتنسي؟ اه صح. طب بص، خد كيس البودرة ده، عارف هتعمل بيه ايه؟ ايه كريمة لباني؟ ما انا مش عارف. افلاق. حاضر، ما انا عارفه، اروح اوزعه على الزباين عشان يشموا المدمنين بقى. تمام ماشي يا معلمه. فين بيليا ولوزه؟ بيليا ولوزه هنا يا معلمه. يا بيليا يا لوزه، يا بيليا يا لوزه، هم هم معلمه. بستكي 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 ناو شوكولاته جيرسي واكله القهوه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. ايه ده، انا نسيت البس الباروكه. ازيك يا معلمة؟ يعني ايه المشكلة في الباروكة وده ما فيهوش مشكلة؟ معلش هو الشكل مقرف اصلا. ايه ده ايه ده؟ فنكمل على اساس ان بنت. يلا يا لوزة يا لوزة، ايه ظهر ده؟ خذ حط له البودرة دي في وشه. ايه ده؟ ممكن يبقى اي كلام. ازيك يا معلمة؟ بقول لك ايه يا بيليا؟ ايه؟ خدي كيس البودرة ده. لا انا حلوة طبيعي، ما بحطش بودرة. ما تضايقونيش. يا معيمة كتعة يا معيمة كتعة، أنا عايزة كيس بودي، عايزة كيس بودي، عايزة كيس بودي. تعملي بيه إيه؟ عندي تسيخات والله مسيخة يا ولية. البنت دي تبقى معاكي وأنت بتوزعي كيس البودرة ده. حاضر حاضر. ما تضايقش. حاضر يا أبلة كتعة. سلام يا كتعة. بس تعالي نشحت هنا، عارفة ليه؟ ليه؟ عشان من هنا بتعدي ماما كريمة، نفسي أسلم عليها. إيه ده، ماما كريمة اللي بتطلع في التلفزيون؟ أيوة. إيه ده، ماما كريمة جاية بالعيبية أهي. أهلا يا ماما كيمة عربية، ركزي عربية. ايه ده؟ دي راكبة عربية ولا نعامة دي؟ ماما كريمة، ماما كريمة. ايه ده؟ إيه؟ انت يا متخلفة. هو اللي راكبة عربيات هوا تدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا بنت؟ حاسبي يا بنت وانا ماشية يا بنت. وانت كده ماشية؟ ده ايه القرف ده؟ انا بحبك يا ماما كريمة. ايه ده؟ اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي لو مديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبعي الكلبة. ايه ده يا بنت، انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بنت مغنية. اه غنينا حتة كده. اغني لك حتة طرب؟ ايوة. ليل نهاري ايه رأيك؟ برافو يا بنت. انا هكتشفك بجد. انا هوديك لعمرو دياب يكتشفك يا بنت. دي عبيطة، اقتنعت بصوتي. عمرو دياب بيحب المواهب الجديدة. ماما كريمة انا موهبة شابة جديدة. شيخ راسي انت ملناش دعوة بيكي، مالكيش لازمة في الفيلم أصلا. انت جاية كده مع صاحبتك تيشا. ايه يا وليه في ايه؟ تيشا انت تيشا. انا البطلة. ده شكل بطلة، ده الفيلم هيسقط من اوله. خلاص يا بنت ما تكلميش في الفيلم ما يخلص. ماشي خلاص خلاص. يلا يلا، انت الحلوة الأمورة اللي جاية كده مع البطلة. ماشي يلا وديني. آه وديني العم عمرو. يلا نروح لعمرو يا بنت. يلا نروح لعمرو. يلا يا عم عام، يا عم عام، خبطي خبطي على الباب. ماما كريمة وحشتيني يا سفلة. وحشتيني يا عم. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ مش بتسأل عليا ليه الجيم واخدك مننا ليه؟ معلش بس بعمل الفورمة وراجعلك. طب ايه يا عمري في ايه؟ ايه الاشكال اللي انت جايباها هنا الاستوديو دي؟ ما تركزش في الاشكال، ركز معانا، جايلك بنفسي. في ايه وليه؟ مالك ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ مش قدام الاطفال. انا متروشه ولابسه حلو وجايه. هو انت كده متروشه؟ ده انا ما رضيتش اعمل ميك اب عشان ما تتزولش فيا. اسكت. مين دول؟ ايه الاشكال دي؟ دي بيليا ودي اللي جايه كده معاها. مين بيليا دي؟ مالها دي يعني؟ دي يا عم موهبه بجد. سكرة موهبة والله العظيم، صوتها ايه. تعالي يا بنت انت هنا تعالي. متأكدين ده عمرو دياب ولا علي الكسار ده؟ يعني هي دي مديحة كامل؟ ما هو ده سعيد الهوى قدام. طب ايه ده بقى، بدل ما اديك اتنين امبالي في الشكمان ورا طيارة. خلاص. ايه ايه دي كده على نفسي. ايه دي انت بطلي سفاهة. ايه دي انت مالكيش دعوة اصلا، المفروض ما تتكلميش خالص في الفيلم.
انا جايبينك عشان صاحبتنا بس يا ماما بس. ايه ده يا عم عمرو؟ ايه حرف العين ده؟ ابنك عبد الله؟ لا دي عين عضلات. ودي به بنجات. حضرتك متسارح حته تانيه في جسمك. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا قلة الادب، انت لسه طفله صغيره. خلاص يا عم عمرو. ايه بتعرفي تتنيلي تغني؟ اه بيقولوا. طب سمعي لي حاجه. اسمعك حاجه قديم ولا جديد؟ اي حاجه بتحبيها. حاجه لحضرتك. ما تخلصي، انا طفله المفروض تعملي. طفله ايه؟ ردي على طول، خلصي. يدق ايه الباب؟ حلو صوتك حلو. عم عمي موهبة شابة هي. هي والله العظيم ساعة الفوياق ما تلومش حد على اللي باع. بس بس ليها لازمة في الفيلم دي؟ دي كلبة ولا ليها لازمة في حياتي. بس خلاص خد فيلم بودرة. خد انت العود ده وروح العبه في الاستوديو اولا، ما اقعد مع ماما كريمة شوية. تعال تعالي يلا تعالي ناخد العود ده ونطلع نلعب بيه بره. يلا 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 يلا. يلا. يا ماما كريمة مالك في ايه يا عمري؟ مالك انت اللي مالك يا عمري؟ ده ايه ده بقى ده؟ ايه يا عم؟ ده ايه ده؟ جيالك وفي ايه؟ غطي القرف ده! ده انا ما بعملش كده عشان حد والله يا عم. انت بس اللي بعمل معاه الحركات دي والله. انت بحبك يا عم. بتحبيني ايه؟ انا عمرو دياب يا ماما. ايه يا عم؟ داير داير على البت الصغيرة. عجبك قوي الصغيرة. عجباني ايه يا هبلة؟ كبيرة حلوة. غطي القرف ده! جاري ورا الطفلة وسايب العنتين. معرفش انا يا حبيبي ايه، انا حبيت الزلطة وحبيت الصخرة، نفسي احب الهضبة. احترمي نفسك يا سفلة، ما نشوف البنت الصغيرة. ايه ده؟ دي سرقت العود بتاعه وجريت. البنت الصغيرة ايه؟ دي تلات حرامية. ما انا جايبها من اشارة. وانا جايبها منين؟ يعني ايه؟ يعني مش جايبها لك يعني من مدرسة، جايبها لك من اشارة. ماليش دعوة، انا عايز دلوقتي تيجي دلوقتي حالا بليا. عندي فكرة يا عمرو. ايه؟ بس انت بس خليك معايا انا كده. ايه خليك معايا انا. ابعدي. خليك معايا انا، هنفعك اكتر من البيت. عايزة ايه؟ انا احلى منها، ما تركزش معايا، دي سمرة شبه. احترمي نفسك، انا عايز البيت تيجي دلوقتي. بص يا عمرو، عندي فكرة جهنمية. ايه هي؟ انا بعمل برنامج اسمه ماما كريمة. بتعشقه البت الصغيره دي، بتعشقه موت. تمام. هجيبك في الفيلم تطلع تغني اغنيه تشرح فيها. ها تقول عود يا بيليا. فاهم؟ تشرح فيها بحيث انها تفهم وترجع. تمام تمام. اه عارف الفيلم؟ عارف عارف الفيلم. اقعد اقعد. الله يخرب بيتك، اتفضلي ده برنامج. انا بس عايزك تركز معايا. ترمي نفسك، احنا على الهوا. يلا قبلك قطعه، شغل لنا التلفزيون نتفرج على برنامج ماما كريم. ماشي. يلا 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 يلا. ودلوقتي معانا ومعاكم في برنامج ماما كريمة الموهبة الجديدة عمرو دياب. ايه؟ موهبة؟ انت عبيطه، موهبة جديدة ايه؟ امال انت ايه؟ الفنان العظيم عمرو دياب الجميل اللي النهاردة هيبدع معانا في الحلقة وهيغني لنا اغنية تعود يا بيليا عشان بيليا تفهم وترجع. شو ايه ده؟ هتكشفينا. اسكتي خلاص. يلا يا عم. كان يا مكان كان يا مكان كان كان يا مكان كان كان يا مكان بنتي مفيش كده اوحش منها بنتي مفيش كده اوحش منها راحت عند امنا الغوله غصبنا عنها غصبنا عنها راحت بليا زي الهبله للجزار والام الغوله بتاكلها ليل ونهار عودي يا بليا يلا يا بليا عودي يا سفلة يلا يا زفتة عودي يا جزمة يلا يا كلبة يا بنت خلاص فرح أمك هو خلاص ما فهمنا مش فاهمة عم عمي عمال يقول يلا عودي يا بليا يلا نروح يلا نروح له ازيك يا عم عم ساعة عمال اقول عود يا بليا عود يا بليا انا عايز العود بتاعي ايه ده؟ ده طلع عارفني مصلحة، ده طلع مش عايزني اقعد له عايز العود. ايه ده؟ مبروك على الواد يا عم عامر. هو ده اللي انت عامل عليه. ايوه يلا. كان يا مكان كان كان يا مكان كان يا مكان كان كان يا مكان وارجع تاني واقول لك
موجودين في السفاله ليه؟ ايه هو ده؟ مش انت اللي عامله الفرح؟ ما انت اللي عامله الفرح، ما انت اللي عامله. ما انا عامله ايه؟ انا مش ماشيه معاكي في ايه؟ يعملوا العامله ويجي يقولوا ما عملناهاش. شفت الهلال يا بيت؟ انت هتقول يلا غوري تنيلي. طب هلبس ده عشان الجو تلج. اهدي يا ماما كريمه. يلا ادوق عليها كده. ايه ده؟ خد يا عم. ايه؟ خلص اخلص. ايه؟ اخلص انت يا ماما كريمة. افتكر انت يا ماما كريمة. انت ايه بتزعقي فينا وانت الغلطانة؟ عايزين ايه؟ الكلام عندك انت اقسم بالله. بلدنا اللي علقتني مالته وخلاص. خلاص. يا عم بس افتكر. انا حاسة ان البنت دي بنتي. بجد؟ لا يا رب. ساعة بتفتكري؟ حسن انها تطلع بنتي. يا رب ما طلعت بنتها دي، مشيها بطال دي. يا رب يا رب اطلع بنتها، انا بموت في السفاله. بس بس يا بنت التويه، انتوا متربين عند مين؟ عند الابله كتعه. من وانتوا صغيرين؟ اه احنا لسه صغيرين. اه صح. اه خلاص يبقى نروح لماما الكتعه وهي اللي هتقول لنا مين فيهم بنتك. يلا يا عم نروح. احترمي نفسك. يلا بينا. يلا 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 يا عم. يلا يلا يا ولدي. وارجع تاني واقول لك ايه؟ قول يا كتعة. شمندي. اه شمندك. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حاجة؟ فين الإيراد بتاع النهاردة؟ لا يا روحي مالكش عندي إيراد. ماليش عندك إيراد ازاي؟ زي السكر في الشاي يا قلبي، انت مجنون؟ يا بنت اللمضة اللي هبطت عليكي فجأة دي. اه مالكش عندي إيراد إلا بحاجة واحدة بس. ايه؟ تتجوزني. ايه القرف ده؟ طب كلمني فهمني. كلمني كلم كلم كلمني فهمني فاهم فاهم فهمني. وحط امك بلاش الحاجات دي عشان بخاف. دور على ميتك تسخن. ميتي اللي تسخن؟ لا انت فاكراني كده عادي. لا انت اللي جبتي لنفسك يا كتعه. تمام ولا مش تمام؟ يبقى غير لها حجاره يا حبيبي. خدي بزلكي بيها اسنانك. كنت عامل حسابها كتعه. يا نهار اسود الكتعه اتقتلت. تعالى بسرعه. اتقتلت صح؟ اتقتلت باين. سمعت صوت ضرب النار؟ سمعت وسميت الريحه كمان. اتقتلت صح؟ اه مقتوله بقى. ايه ده لسه فيها الروح؟ ايه بقول لك، انت فيك الروح لسه؟ هي ترد عليك. سيلي هنا. بصي اعملي حاجه حلوه قبل ما تموتي. قولي لي الفستان ده لما جابوا لك البت مخطوفه كانت انهي كلبه فيهم لابساه؟ عشان هتطلع بنتي دي ولا دي. تمام انطقي انطقي. انت هترجعي في وشي القرف ده؟ شاوري. انا مش عايزك تتكلمي طالما في حاجه في الحنجره مش مهمه. شاوري لي بس. ليني دي ولا دي؟ ايوه. ها ايه ايه ده؟ ايه ده؟ لا فوق. مش عايزك تموت. هتقتليها. ما تموتيش دلوقتي. ما تموتيش. شاوري شاوري يا بنت. ها ايه نازله الجيزه ولا ايه؟ راح الجيزه. انهي واحده فيهم؟ عمرو دياب هو اللي بنتي؟ مش ممكن. ماما ماما. ايه ده؟ امال احنا اولاد مين في القصه دي؟ احنا شكلنا اولاد مدحت شلبي. وحشني يا عمرو يا بنتي. والله يا عمرو يا بنتي. وانت كمان يا مامي. ربنا انا كنت اغلط معاك. الحمد لله ربنا سترها. غني لنا حاجة حلوة بقى بمناسبة المناسبة دي. حاضر. شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر مشتاقنا هي تفكر بحر الشوق نقنا عينيها شوقنا أكتر. إيه اللي بيحصل ده؟ شوقنا أكتر. إيه ده؟ المعلم جايبين نسوان عندنا في الوكر ولا ايه؟ اوعى يا دمي.
اوعى تفرقني. ايه السكان دي؟ اتنين خله انت مين يا ولية؟ انا ما بكشفش على رجاله. يعني ما بتكشفش من فوق وكشفه تحت؟ انت مين يا ولية؟ رد عليا. انا مش انا. انت مين بدل ما اخشلك جوه الخيمه؟ هو ده اللي بتعلموهم الشحاته؟ والله كنا بنعلمهم بس هم اللي فاشلين. انتوا بتعلموهم العبط يا واضح ان انتوا مش نافعين معانا في الشحاته. انا اقول لكم حاجه، البيت ده بما ان احنا مش عارفين نهده ها؟ ايوه انت مش مركز ولا ايه؟ مركز بالمصحف. البيت ده بما اننا مش عارفين نهده ايوه يبقى نحوله للوكاندا. لوكاندا ازاي؟ ايوه لوكاندا يا عم. معناش فلوس. اتصرفوا. طب ايه، نستلف من اي حد من اصحابنا؟ اوكي ماشي. لا تستلفوا ايه؟ هتستلفوا من اي حد هيجي يشارككم ان هو في اللوكاندا؟ ما ينفعش. ما حكه جلدك الا ما حكه. ما حدش هيهرش لك يا انت، اهرش بنفسك لنفسك يا عشان كده من نفسكم مع الرجاله بتوعنا نوضب البيت وننضف ونظبطه ها؟ ويبقى لوكاندا كسر الدنيا. موافقين؟ موافقين. يلا بينا. يلا معلم. سمك لبن وتمر هندي، ملح رطب ويوسف فندي، الكل بيهرفض كلام والحل لو عاوزينه عندي. ايوه سمك لبن وتمر هندي، هوب 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 هوب، ملح رطب ويوسف فندي، يوسف فندي، الكل بيهرفض كلام وعاوزينه عندي. عاوزين حياة تغيروا؟ أيوة. اللي عاوز يغير يغير بنفسه، ما يستناش حد تاني يساعد. انا بقول لكم اهو. انا نفسي اكون راجل مشهور، عندي عمارات وفلل وقصور، واحسب في البنك بنزين في التانك، وبنات تعكسنا احلام من الحور. انا نفسي اكون بطل روماني، اقتل وحوش في الثلاث ثواني، والناس تشوفني فاشق طبيعي تتهتل، ويعملوا لي مهرجانات اغاني. وانا نفسي اكون ملكة جمال، ويحبني رجالة جمال، ما يكونش في فكر كتر، اضحك للدنيا وانت
ينور رجاله، الله ينور، تسلم ايديكوا. ايوه هو كده الفل، الف 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 شكر، كده بقت لوكاندا زي الفل. ايوه معلم، مش فاضل غير ان احنا نجيب شويه زباين. دولك نجيبهم ازاي؟ محدش يسمع عن اللوكاندا دي. اطلع هذا محطه القطر زي الفيلم بتاع لوكاندا المندرع، لوكاندا المندرع، ها، وامسك جرس وقعد نادي وهات زباين. يعني اخطفهم من المحطه على هنا؟ اتصرف، هذا انا عايز الفندق ده يشغي زباين. ماشي يا معلم، ثواني ويشغي. وانتوا كل واحد فيكم هيشتغل شغلانه عندنا اهو في اللوكاندا. تشتغل ايه؟ انا هقف على الريسبشن. انا تقف فين؟ على الريسبشن. على الريسبشن؟ ايوه. دي حاجه معروفه؟ اول فندق على طول. يعني انت عارف الريسبشن؟ الريسبشن ده عارفك؟ ايوه طبعا. خلاص روح اقف عنده. انا على الريسبشن. حلو، وانت هذا تشتغل ايه؟ انا عامل كلاب الحراسه اللي في الفندق. كلاب الحراسة للطمع، ده ما كفاية كلب واحد. ياه خلاص، اعمل كلب الحراسة اللي في الفندق. شمشم اي حد داخل الفندق وعضه. ياه حاضر يا معلم. وانت هتعمل ايه؟ انا هربي الكلب ده. لا شغلانة سهلة، عندك شغلانة تانية بتفهم في ايه؟ انا بفهم في حسابات. حلو، يبقى انت هتمسك الحسابات بتاعة الفندق. ياه ماشي يا معلم. يلا اتكل على كل واحد يروح مكان. وانت تشتغل ايه يا بت؟ انا هشتغل بتاعت مشاز. بتاعت ايه؟ مشاز. مشاز ازاي؟ اجيب الزبون قدامي وارميه كده وافضل اقرص وايه واقرص وايه. انت شغال عند فطاطري كده يا بت؟ زبون اللي هتلفيه فوق. بفرد له جسم. لا انت لو هتفردي جسمه وتسيبي جسمه مفروك كده ومش بايدك كلها، بصبع واحد. ماشي يا معلم. عايزين نفطس الزباين. ماشي، انت تؤمر يا معلم. وانت هذا الشغل ايه؟ انا بقى ابقى مسؤول عن كل الاطفال اللي هتيجي الفندق. برضك اطفال؟ انت بتفهم في الشغل؟ بتفهم طبعا. اي زبون يجي معاه اطفال انت تقعد تلعب الاطفال على ما الزبون يقعد في الاوضه. اقعد العب مع العيال الصغيره. جدع يا. وانت؟ انا هقف بصفاره على البسين، اي عيل يفوت غلط افوت اجيبه على طول. هتشتغل اسمها غطاس بسين اطفال. حاضر يا معلم. غطاس بسين اطفال، اي عيل صغير يغرق تقوم واخده من رجليه وخبطه على وشه. ها؟ بس ده مش وش. انت اكيد كنت عايل واتضربت وفاهم. يلا اتكل على الله. حاضر يا معلم. حلو كده، كل واحد عرف شغلته. انت تشتغل ايه؟ حسابات. حسابات. وانت تشتغل ايه؟ الريسبشن. وانت؟ اطفال. وانت؟ بسين. او حسابات. الريسبشن. اطفال. بسين. او ماشي خلاص. عارفين انا عايز المحق. ها؟ عايز الفندق يشغل. ماشي يا معلم. يا جماعه يا جماعه، خطفت زبون من على المحطه. دخلوا دخلوا. يلا اتفضل يا معلم. السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ السلام عليكم. ايه ده، انت حاطط فيها منديل دي ولا ايه؟ فاضيه. ايه رايك في الفندق؟ هو ده هيلتون رمسيس. هو ده هيلتون وانا رمسيس. بس يا رب تلاقي اوضه فاضيه. للدرجه دي المكان ده مزدحم يعني؟ لا والله للدرجه دي انا كذاب. بس ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك. ريكس شمه يا ريكس. اثبت. ريحته وحشه قوي. ايه ده؟ ده قال لي ريحته وحشه. لا لا، قال ايه ده؟ كلب ما بيتكلمش. كلب ريحته وحشه قوي. والله قال ريحته وحشه قوي. ده صوت ضميرك انت، حاسس ريحتك معفنه. ضميرك بيقولك استحمى بس. ايه يا استاذ اللي انت؟ ما تجيش تقرفنا، خش بس على الريسبشن. خش يلا، وانا اروح اجيب زبون تاني. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اسم حضرتك؟ معاك رامي ريسبشن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ انا كنت عايز. اتفضل اقعد، انا هفضل باصص لك كده ولا تفضل واقف لي؟ يا استاذ انا اتفضل يا فندم اقعد. ايه يعني احنا ما تتفضل تقعد ونتكلم. ايه ما توقف ليش كده؟ ايه يا فندم؟ ما يسعش ان انت تكلمني وانت واقف. خلاص ما انا قعدت اهو. اتفضل يا فندم. حضرتك انا كنت عايز اعمل تشيك ان. ايه؟ عايز اعمل تشيك ان. بانيه ولا كريسبي؟ بانيه ولا عايز اعمل تشيك ان. ايوه ما انا سمعتها. ايوه تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي؟ لا تشيك ان عادي. لا ايوه. ايه اللي لا؟ ايوه بانيه يعني ولا كريسبي يعني؟ انا بسالك. وانا لا بانيه ولا كريسبي، عايز اعمل تشيك ان. ماشي ما انا عارف تشيك ان. ايوه بانيه ولا كريسبي. فراخ؟ مش عايز فراخ. فراخ ايه؟ عايز ايه؟ عايز ماجتس. عايز ماجتس يعني؟ ماجتس ايه انت؟ نجيب بصمات مطحون ونقلب الفرخه فيه. قلب
يا جماعه انا عايز حد بيفهم. ايه عايز حد بيفهم؟ حضرتك شكلك غريب بقى. انا عايز حد غريب. انت اللي مش عارف انجلش وانا اللي مش عارف اتكلم. انت مش عارف انجلش، انت مش عارف انت بتقول ايه. عايز اعمل تشيك. كنت ايه؟ كنت لغه ثانيه؟ كنت لغه ثانيه في الثانويه؟ انت الماني ولا فرنش؟ الماني ولا فرنش؟ امال ايه؟ مش عارف انجلش ليه يا حبيبي؟ انا بقول لحضرتك ليه يا حبيبي مش عارف انجلش؟ انا مش عارف انجلش. تشيكن مش عارف انجلش ليه؟ انا اللي مش عارف. زباين ايه اللي مش عارف انجلش دي؟ احنا فندق. انا عايز حد فندق انترناشونال. فندق انترناشونال. فندق يا حبيبي لازم تبقى جاي عارف انجلش كويس. انت يا عم انت بتقول ايه؟ راجل غريب جدا لا عارف انجلش ولا عارف هو بيقول ايه. ما يقولش ايه؟ انت بتفهمش في الريسبشن حاجه. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ انت بتفهم بالريسبشن؟ انا بفهم في الريسبشن. طب تعالى انا امسك مكانك. طب انت بتفهم في الحسابات؟ طبعا. طب تعالى اقعد. يلا يا ريكس. الراجل ده غريب جدا. مساء الخير. مساء النور. ممكن بطاقه حضرتك عشان نعمل تشيك ان؟ عادي يعني. ايوه عادي يا فندم. بطاقه؟ اتفضل. شكرا. ممكن حضرتك تسيب مبلغ في الحسابات وبعد كده تشوف هنعمل ايه. مفيش مشاكل ان شاء الله. مفيش مشاكل. طيب فين الحسابات؟ الحسابات؟ أيوة. عند الكلب يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ معاك خالد حسابات. ازي حضرتك عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. تمام. تمام الحمد تمام لله. الحمد لله. حضرتك انا. طب اتفضل اقعد يا ابني. وانا ايه يا ابني؟ في ايه؟ عادي يا ابني. انا مش لسه معلمك الاصول هناك؟ انت منين يا ابني؟ من انهي منطقه ما فيهاش اصول انت؟ انا مش لسه معلمك. اتفضل تقعد لما تتكلم مع بني ادمين. ادينا قعدنا. اتفضل اقعد. قعد دلوقتي. أيوه. قالوا لي اسيب فلوس في الحسابات. سيبها يا حبيبي. سيبها ما تقلقش. ما هو انا هسيبها. كام بقى؟ سيبها. ايوه ما انا هسيبها. كام؟ 2 مليون جنيه. نعم. ما انا والله سايب الكلب عليه يا جماعه. بيقول لي 2 مليون جنيه. ما انا قلت حاجه غريبه. مش فلوس دي ولا انا قلت حاجه غريبه؟ 2 مليون جنيه في اوضه ليه؟ ايه الله. بس ثانيه واحده. انت عايز ايه؟ انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بقول له 2 مليون جنيه. معترض ليه 2 مليون جنيه ليه؟ عشان نفتح النهارده ونكسب ونقفل في نفس اليوم. هو يوم واحد الفندق ما يطولش. احنا فاتحين عربيه فول. يلا يا ابني يلا يلا. انت مش فاهم. يلا يا ريكس. خليك انت كده ولا انت فاهم حاجه. يمسك انت الاطفال مكاني وانا همسك الحسابات. يا جماعه الراجل ده راجل غريب قوي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. احنا اسفين والله. احنا اسفين. عايز اعمل دلوقتي. عايز ادفع فلوس. تمام. حضرتك هتسيب لنا حاجه تحت الحساب والباقي فوق الحساب ان شاء الله. مفيش مشاكل. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل حضرتك. عايز اعمل حمام. عايز حمام؟ احنا فندق 5 نجوم يا فندم. ثانيه واحده حضرتك. ثانيه واحده. يلا هنعمل بيبي فين؟ هنعمل بيبي في البوتي. يا استاذ يلا هوبا نطي في البوتي. هوبا نطي نطي كلبه. يلا نطي في البوتي. نطي فين يا استاذ؟ نطي هوبا نطي. انا هعمل حمام في دي؟ ما انا بعمل في دي عادي. لا انت تعمل. انا ماليش علاقه. انا دلوقتي كان معايا اطفال. عايز اجيب لهم بس تذكرتين لو في ملاهي او حاجه. في كل حاجه هنا حضرتك. حضرتك مسؤول الاطفال هناك عند مسؤول الاطفال. عند الكلب. السلام عليكم. يا ابني الثعالب. بجاوب ناو. السلام عليكم. جاب له كتر السلام. ايه اللي المعرفه ده؟ احنا معرفه خير يعني. مش عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت اسم حضرتك ايه؟ انا معاك سعيد ملاهي. عرفني؟ المهم حضرتك انا كنت عايز. اقعد يا ابني. ما تقعد يا حبيبي. هو انت في حاجه يا ابني في دماغك؟ ما تتفضل تقعد يا ابني. انت واقف ليه يا ابني؟ ليه تعب نفسك؟ تعبت تديني كفه على كفه. هو انا شغال عندك؟ اي ما سمح الله. ما قلناش كده بس يعني حضرتك جست غريب قوي. انت جست غريب. انا والله. المهم عايز تذكرتين. ايوه للتوتال. وانا مكتوب على اورتي التذاكر يعني ولا مكتوب على شايف واقف بكشك يعني؟ هم قالوا لي اجي عندك. لابس دوبي. انا لابس دوبي واقف بفرق تذاكر.
والله هم قالوا لي اجي عندك. لا انت مش انت ما انتش فاهم حاجه. انا انت حضرتك ما انتش تفهم اي حاجه. انت لو بتفهم حاجه ما كنتش عملت الحاجات دي. لكن انت ما انتش عارف حاجه. انا انت في حاجه في مخك. لا لا عقلك ده مستحيل يكون فيه مخ. والله انا لازم امشي يا اخوان. مستحيل عقلك ده يبقى فيه مخ. مخك لو فيه عقل مستحيل. ايه ده؟ ايه جوه فيه ايه؟ حلبسه؟ كم مره تيجي اقول لك اقعد وانت اهو؟ كم مره؟ كتير حضرتك. انا ابوك يا ابني. انا ابوك. عايز تذكرتين. معناش يا عم تذاكر واحنا بتوع تذاكر. هو بيكلمني كده ليه يا استاذ؟ بكلمك ازاي؟ هو بيكلمني كده ليه؟ بكلمك ايه؟ هو ده الكمساري بتاعكم؟ ماله ده؟ معلش اسفين اسفين. خلاص يا متعدد الاسامي انت خلاص. خلاص فيها تطفش الزبون. يا عم راجل غريب يا عم مش فاهم عايز. معلش خلاص. انت بتفهم في الملاهي؟ تعال انا هفهم في الملاهي وانت اقف على الزفت البسين. تعال. يلا ريكس يلا. هتلف وهتجيني. معلش معلش هو طيب والله هو طيب. معلش ما زعلتش منه. عايز ايه؟ والله طيب. عايز تذكرتين الزفت للملاهي. طب يا فندم هنجد لحضرتك تذكرتين زفت ملاهي وفي اوبشن كمان اضافي هننزل ولاد حضرتك البسين الصبح. ايه ده في بسين هنا؟ اه والله في بسين يا فندم وفي مسؤول مخصوص للبسين. فين حضرتك شايف الكلب؟ ايوه هو الكلب اللي جنبه. السلام عليكم. راو راو راو. خلاص يا ريكس سيبه سيبه يا ريكس سيبه. اروح؟ اه قلت له سيبه. السلام عليكم. قلت له هيلف وهيجيني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. اتعرف بحضرتك؟ معاك عطيه مجلات. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخرب بيتك يا اخي. انت هتجيب الاف ايه؟ انت ما بقتش عارف بيبيع ايه؟ هتجيب الاف حرام عليك. حضرتك مسؤول البسين هنا؟ ايوه. طيب انا كنت عايز انزل. ايه؟ عايز ايه؟ عايز الطفل. طب ما تقعد يا ابني. واد يا ابني. يا انا عايز افهم بيكلمني ليه وهو واقف؟ ما احنا بنقعد ما بيحصلش حاجه. انا بقعد عشان اريحك. عشان اريحك. اهو. حضرتك مسؤول البسين. يا ابني والله انا بريحك. انا عاوز ايه؟ اتفضل. يعني انت مسؤول البسين؟ ايوه انا مسؤول البسين. طيب دلوقتي انا ابني هيجي. ايوه. عايز انزله البسين. من كام لكام؟ من 6 ل 9. ايه فتره الكلب؟ يعني انا هنزل ابني مع الكلب؟ ما هو انت براحتك. يعني ما خليش الكلب يلعب عشان انت يعني تتبسط. لا 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 لازم امشي من المكان. ايه ده؟ حرام عليك. اسفين ما صدقني. ايه الماشيه اللي انت؟ انت ابوك لواء ولا ايه؟ ايه القومه دي؟ انت ابوك لواء؟ انتوا اتجننتوا. بس فجاه يا عم بكبرياء قوي كده. في ايه يا؟ ده انا خلي الكلب ولا كاتش 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 ولا كاتش كادر في القالولو كاتش كادر في القالولو كم عدتنا زباين عرة زباين عرة. ده انت اللي عرة وام وماشي. يا عم يا عم وقت شغلتك تطفش الزباين ده. احنا ما صدقنا جبنا زبون يا ده. الناس مش عارفة تشتغل حاجة. ان شاء هم اللي مش عارفين. ده انت عمال تلف على الاوتيل كله يا معلم. يا ايه ده؟ انتوا عملتوا ايه في الزبون اللي كان هنا؟ ماشي خالع بنطلونه في الشارع وعمال يقول لا مش انا يا حبيبي مش انا. طفش لنا الزبون اللي حليتنا. ده دماغه قف. بس انا جبت واحد غيره. جدع يا واحد بقى شكله معلم وابن ناس. طب نديله. اتفضل يا باشا. انا اللي هتصرف معاه. السلام عليكم. هروح انا بقى. اهلا وسهلا سعاده الباشا. سيادتك ده اللوكاندا اللي هتقعد فيها ونتمنى لكم مقامه سعيده ان شاء الله. ايه ده ايه ده؟ انت بتعاملني اكن زبون. انا مش زبون. امال حضرتك مين؟ اكبر مستثمر في الشرق الاوسط. انا اللي هخلي مصر كلها تتكلم عن المكان ده. ازاي؟ ازاي ايه؟ مصر كلها تتكلم عن المكان ده. مش ده فندق؟ ايوه فندق. السياح هيجوا هنا ولا مش هيجوا؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى عشان لما يجوا في ايه؟ انت لابس الحزام يدفي الركبه ولا ايه؟
اكبر مستثمر ايه والحساب ايه؟ ما هو لازم اكبر مستثمر يلبس اكبر حزام. انت جاي تظبطه على المقص. السياح هيجوا المكان ده ولا مش هيجوا المكان ده؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى لازم نسمع الكلام. حاضر. هنقول ايه بقى؟ السياح لما يجوا لازم نشربهم حمص الشام، ناكلهم ذره، نركبهم جمال. في جمال هنا؟ في جمال. مش في جمال اب؟ انا جمل. انا جمل اب. ور البيت. اهو جمل اهو. والله حلو ده. في حيوانات تانية هنا ولا مفيش؟ عندنا كل حاجة. كفاية! يا ده انت احسن واحد بتعمل حيوانات. عندنا كل حاجة سيادتك تؤمر واحنا عنينا ليك. الامر لله. احنا اهم حاجة نعمل حفلة كبيرة قوي، والحفلة دي تتصور في التلفزيون وتنزل على النت، والناس كلها تشوفها فتعجب بالمكان فتيجي فنصرف. يعني احنا نعمل حفلة ونزعها في التلفزيون وعلى الانترنت، الناس يشوف اللوكان ده يقولنا. حلوة الفكرة دي. هو ده بقى اللي هيسوق لنا للفندق. حلو. بس خلاص يا رجالة نعمل حفلة. احنا عندنا مشكلة واحدة بس. ايه؟ احنا معناش فلوس للحفلة دي. طيب ايه المشكلة يعني؟ ولا يهمكم. ما حكى كلتك اللي خالتك. يعني احنا اهم حاجة انا هدفع من جنيه لمليون جنيه. احنا شحاتين وبنشحت وزي الفل. هصرف زي ما اصرف، بس بعد كده الفندق ده ما يجيب فلوس بالنص. متفقين؟ متفقين. خش على الحفلة. يلا. We'll be right back.
وانت